يشرفني أن أفتتح هذه الندوة الملتئمة لانتخاب رئيس المجلس الكريم، وأستهل كلمتي بالثناء على هذا المجلس الذي طالما ضحى بكثير من صلاحياته تسهيلا لمهمة السلطة التنفيذية، هذه المهمة التي فرضتها الظروف العصيبة آمرين، مقابل ذلك أن تبني لنا الحكومة بأول فرصة ببيان عن نتائج أعمالها كي نتمكن من تأدية الحساب إلى ناخبينا. كما أشيد من على هذا المنبر بموقف الدول الإسلامية والاشتراكية ودول عدم الانحياز والدول الغربية التي آذرت العرب في محنتهم في هيئة الأمم والمجلس الأمن. كذلك لا يسعني أن أدعى هذه المناسبة تمر دون أن أتوجه بالشكر إلى جميع اللبنانيين، وخاصة الطوائف المسيحية من رجال دين ودنيا لموقفهم النبيل من الكارثة كذلك لا يسعني أن أدعى هذه المناسبة تمر دون أن أتوجه بالشكر إلى جميع اللبنانيين، وخاصة الطوائف المسيحية من رجال دين ودنيا لموقفهم النبيل من الكارثة التي بني بها العرب، ولا عجب فقد جاء موقفهم منسجما مع مواقفهم التاريخية. صبري حمادي هيئة الأمم والمجلس الأمن. صبري حمادي